السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قهوه الخواجه. ودايما بنقول بتشجع كوره ولا بتشجع النادي؟ اكيد بتشجع كوره، ونتكلم في احلى كوره. النهارده الاهلي قدر يفوز على سياتل الامريكي العنيد في اول 45 دقيقه علشان يصعد لقبل نهائي كاس العالم بالانديه لمواجهه ريال مدريد المارينجي كارلو انشيلوتي. كولر تعلم، كولر مدرب بيفهم كوره ودرس سياتل الامريكي كويس قوي وقرا اللعبه وقال لك اللعيبه جايه من على الشواطئ هتلعب 45 دقيقه بس، وانا هلعبهم بنفس الريتم بتاعهم في اول 45 دقيقه وال 45 دقيقه الثانيه بتاعتي. تفاصيل مهمه جدا جوه مارسيل كولر. الجنرال كولر النهارده بيضرب الامريكان ضربه تحت الحزام، فوز غالي جدا للنادي الاهلي على سياتل الامريكي. وقبل ما نتكلم في حلقتنا النهارده عايزين نقول لقهوه الخواجه انزل دوس على اللايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه ليصلك كل جديد. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده كولر بيثبت ان هو صايع كوره. كولر النهارده او من النهارده هنقول عليه الجنرال كولر، لانه النهارده درس الامريكان كويس وعرف ان اللعيبه دي ما عندهاش دوري، عرف ان اللعيبه مريحه، عرف ان اللعيبه مش بكامل لياقتها البدنيه، فغير الثلاثي الامامي. الثلاثي اللي هو نهى بيه الماتش بتاع اوكلاندا سيتي احمد عبد القادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر، دول ما بدأش بيهم في المباراة دي. وبدأ المباراة بطاهر محمد طاهر وبيرسيتاو وكهربا. الموضوع ده الشوط الأولاني كان من بوكس للبوكس، من 18 ل 18، الفريق نازل هو لياقته البدنيه، هم 45 دقيقه بينزل يخلصهم في الشوط الاولاني، قابلهم النادي الاهلي بصدادات. تقدر تقول ان في كوره اتلعبت في الشوط الاولاني ما تقولش، ما سمعناش صوت الشناوي، بس الفريق الامريكي كان عنيف، كان بيضغط، كان بيضايق مساحات على النادي الاهلي. النادي الاهلي جرى سياتل الامريكي في اول 45 دقيقه علشان يخلص على لياقه سياتل الامريكي اللي هو ما عندوش دوري. بس دي ذكاء ثعلب اسمه الجنرال كولر. بعد دقيقه 60 بعد ما استنفذ طاقته سياتل تماما، ما بقاش في لياقه، اللعيبه مش قادره تمشي، اللعيبه بتمشي على رجليها بالعافيه، جت التغييرات بتاعه مارسيل كولر. النهارده سؤال غريب عايزين نسأله لقهوه الخواجه، ليه ساب بيرسيتاو في الملعب كتير قوي كده؟ والحاجه كمان التغيير محمد مجدي قفشه على حساب حمدي فتحي، هو مارسيل كولر تأكد ان الفريق خلاص لياقته البدنية راحت، الفريق هيدافع وبس، سواء اذا انا خلصت في 90 او سواء اذا كنت انا لعبت في 120 دقيقة. وكمان احمد عبد القادر لما نزل مكان طاهر محمد طاهر كان بيقف على الكورة وكان بيقدر يوجد لنفسه المساحات، واحمد عبد القادر تحس ان هو الكيمياء بتاعته مع علي معلول ماشية. اما علي معلول بيطلع على الخط، احمد عبد القادر بيخش بقلب الملعب مع محمد شريف بيبقى مهاجم تاني. لما احمد عبد القادر بيروح على الخط معلول بيسقط له عشان يبقى حل لاحمد عبد القادر، لو ما راوغش يرجع لعلي معلول. ففي تفاهم غير اللي كان بين طاهر محمد طاهر وعلي معلول. والناحيه الثانيه بيرسيتاو النهارده كان احنا كنا مستنيين حسين الشحات، لان حسين الشحات عاملين نقول هينزل دلوقتي، لان حسين الشحات متالق في الماتش اللي فات واحرز هدف. وكمان بيرسيتاو بعد الدقيقه 75 تحس انه بيقع منك، تحس ان هو بيرسيتاو على مستوى يعني لسه رجليه ما جاتش، مش جاهز 100%، المباريات بتجيبه. بس هو النهارده بيرسيتاو كان المفروض ان هو يبدا بالتغييرات، لكن مارسيل كولر بعد التغييرات وبعد محمد مجدي قفشه ما نزل على حساب حمدي فتحي وقدر محمد مجدي قفشه يحرز هدف الفوز للنادي الاهلي، قول يا مارسيل كولر اللي انت عايز تقوله. ما انت حسبتها صح،
جرى الفريق بالثلاث تغييرات اللي هو عمله في الخط الامامي غريبه، الثلاثه اللي هو بدا بيهم ماتش اوكلاندا سيتي ماشيين كويس، سواء اذا كان محمد شريف او حسين الشحات او احمد عبد القادر ماشيين كويس ومنسمجين مع الفرقه. النهارده لما تحط بيرسي تايو وطاهر محمد طاهر وكهربا، فانت غيرت النادي الاهلي في الشوط الاولاني نظرا لسرعه سياتل الامريكي ما شفناش الثلاثه دول. ليه؟ لان اللعب كله كان مختصر في نص الملعب، وكان شوط اول تقليدي للنادي الاهلي. احنا قلنا الملعب المباراه هتمشي على كده والنادي الاهلي هيتعبنا وسياتل كمان هيمشي بنفس السرعه، لكن مارسيل كولر كان دارس سياتل كويس وعارف ان اللعيبه دي جايه من على الشواطئ اخرها 60 دقيقه، وبدا مارسيل كولر بالتغييرات. احمد عبد القادر حل ان هو كان بياخد المساحات ومحمد مجدي قفشه بيقف على الكوره ويبدا يشغل وسط الملعب، ومحمد شريف كمان بيعمل قلق علشان محمد شريف بقاله فتره متالق مع مارسيل كولر. الاهلي مع مواجهه صعبه مع ريال مدريد المارينجي، بس النهارده عايزين نتكلم على النهارده تفرح بوصولك لقبل النهائي. صفحه الريال هتيجي وهتعمل لها كواليس وحلقه واثنين وثلاثه، بس النهارده لازم تفرح بفوزك على سيتال الامريكي بطل كونكا كاف عشان النادي الاهلي يوصل لقبل نهائي كاس العالم للانديه، والاهلي متعود من مواجهات الكبرى بايرن ميونخ العام اللي قبل الماضي والعام ده المارينجي ريال مدريد كارلو انشيلوتي، فوز رائع للنادي الاهلي. النادي الاهلي مع مارسيل كولر شكل تاني، فرح الكره المصريه بصفه عامه وفرح الكره جماهير النادي الاهلي بصفه خاصه. الف مبروك للنادي الاهلي، فوز ولا اروع. شابو محمد مجدي قفشه، شابو الجنرال مارسيل كولر. السلام عليكم.